بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول في الحديث: شيخ، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ماذا نستفيد من هذا الحديث وما هي أبرز الوقفات في هذا مأجوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنى الحديث أن من خصال الإسلام وكمال الإسلام أن يسلم المسلمون من لسان المسلم، لا يغتابهم ولا يحرش بينهم بالنميمة ويحرض بعضهم على بعض بما يغر صدورهم. فاللسان خطير، وربما أن النمام يشعل الحرب بين المسلمين بسبب كلامه تحريشه، وأيضا لو ما أقام الحرب بينهم فإنه يفرق بينهم، فلا يجد بعضهم لبعض حبة لأخيه المسلم بسبب النميمة والتحريش. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا اللسان خطره على الإنسان وخطره على الناس، ولا يسلم الإنسان من آفات اللسان إلا إذا كف لسانه، اقتصر على الكلام المفيد والكلام الذي بقدر الحاجة. ولهذا ورد في الحديث: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يعني إذا حفظ لسانه حفظ فرجه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة. ولما قال معاذ بن جبل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. إذا سلم المسلمون من لسانك فإنهم يأمنون منك، وأنت تسلم من شر اللسان. وهذا من أعظم خصال المسلم الذي يسالم إخوانه ولا يضرهم بكلامه ولسانه. ويده، يعني سيسلم المسلمون من يده، فلا يأخذ أموالهم بسرقة أو بغصب أو بنهب أو غير ذلك، مجاهرة أو خفية، ولا يتعدى عليهم بالضرب في أبدانهم غير حق، ومن باب أولى لا يتعدى عليهم بالقتل، هذا أعظم. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقوله صلى الله عليه وسلم المسلم يعني كامل الإسلام، هو الذي تكون أفعاله وأقواله بموجب الإسلام ولا يخالف الإسلام في قوله وعمله. نعم. سن الله إليكم. أبو عبد الكريم يقول: فضيلة الشيخ، عند نزول الأمطار يقول البعض للآخرين: نبارك لكم هذه الأمطار، من باب التهنئة. لا شك أن الدعاء للمسلمين بالبركة في الأمطار وفي الأرزاق وفي المواليد وفي تجدد النعم، هذا أمر مطلوب. معنى قوله نبارك يعني ندعو لكم بالبركة، وأما الذي ينزل البركة فهو الله سبحانه وتعالى، فلو أنه قال ندعو لكم بالبركة لكان هذا أولى وأيضا أوضح للناس من الوقوع في اللبس نحو هذه الكلمة، ويقول ندعو لكم بالبركة. نعم. أحسن الله إليكم. عبد الرحمن الدحي من حريم لا يقول: ما هي حقيقة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وما معناها؟ محبة الرسول
صلى الله عليه وسلم تكون بالقلب، ويترتب عليها تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، توقيره واتباعه طاعته فيما أمر وفعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول واجبة على كل مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. محبة الرسول مقدمة على محبة غيره من الناس، ولكنها تكون بعد محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: بالنسبة لمسك المصحف باليد اليسرى وفتح الصفحة، هل هو جائز يا شيخ؟ مكروه، يعني يباشر إلا إذا كانت يده اليمنى فيها مانع، ويباشر الأشياء بيده اليسرى لمانع في يده اليمنى، لا مانع من ذلك. وإلا فالأولى أن يأخذ المصحف باليمين وأن يفتحه ويقلبه باليد اليمنى تشريفا له، لأن اليد اليمنى تستعمل لما هو من الطيبات، وتستعمل في الأشياء الطيبة من الأكل والشرب والأخذ والإعطاء والسلام وغير ذلك. وأما اليد اليسرى فإنها تكون لإزالة الأذى وغير ذلك مما يراد به التنظيف أو التطهير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ السائل: يوجد لدي بالمسجد نظارات، منها الطبية ومنها الشمسية، مفقودة من بعض المصلين، منها ما يكون قد مضى عليه أسبوع وآخر شهر وآخر سنة، ماذا أفعل بهذه النظارات؟ هل أتصدق بها أو أرسلها إلى الجمعية؟ لست مسؤولا عنها، ولكن إذا جمعتها في مكان احتفظت بها لعل أصحابها يأتون يأخذونها يكون هذا أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل صحيح أن من يتكلم أثناء الأذان تلعنه الملائكة؟ لا أعلم شيئا من ذلك، ولكن الأفضل أن يتابع المؤذن ويقول مثل ما يقول المؤذن، ولو تكلم بغير ذلك من الكلام المباح فلا بأس، ولكن الأولى أن يشتغل بمتابعة المؤذن. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة يا شيخ لتكرار الأذان في المسجد الواحد، ما حكم تكرار الأذان؟ لا يكرر الأذان إلا في صلاتين، صلاة الفجر وصلاة الجمعة، من أجل أن يتهيأ الناس لهما. كان بلال يؤذن بليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم، يكون أذان بلال لأجل إيقاظ الناس وتنبيههم على قرب طلوع الفجر، ويكون أذان ابن أم مكتوم لإعلام الناس بدخول وقت الفجر. كذلك في الجمعة الأذان الأول أمر به الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما كثر الناس في المدينة وانشغلوا بأموالهم وبزروعهم، فأمر أن يؤذن الأذان الأول لأجل أن يتهيأ الناس للذهاب لصلاة الجمعة، ثم إذا دخل الخطيب يؤذن المؤذن الأذان الثاني الذي هو على دخول الوقت. نعم. يوجد مساجد في أو مصليات في المحطات يا شيخ، بالنسبة للأذان على الطريق هل هو واجب؟ نعم، يؤذنون في الطريق، إذا أذن واحد يكفي، يكون يرتب لهذا المسجد واحد من المحطة يؤذن، وكذلك يكون رتب للمسجد إمام يصلي، من حضر معه صلي معه، ومن جاء متأخرا فلا يحتاج إلى أذان، يقيمون الصلاة ويصلون. نعم. يقول هذا السائل بأنه فاشل في كل شيء، والوسواس تسلط عليه واستمر معه، حتى يقول: أنني حاولت أن أنهي نفسي أكثر من مرة وأشعر بأن الجميع يمقتني، بماذا توجهونني؟ ساعدوني مأجورين. هذا إما أنه مرض نفسي يحتاج إلى علاج الأدوية النفسية، وإلى رقية، وإلى استعمال الورد في الصباح والمساء، لا سيما قراءة المعوذتين، كذلك يعالج عند الأطباء بالأدوية النفسية. أما إن كان وسواسا فإنه يعالج بالذكر، تلاوة القرآن، استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، فاستعذ بالله من الشيطان إذا أحس به، ولا يلتفت إليه ولا يتكلم به، لا يتكلم به ولا يهتم به ويرفضه، فإنه يزول بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. في الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ماذا يستفاد من هذا وما معناه؟ استفاد من الحديث خيار المجلس، ثبوت خيار المجلس، إذا تم البيع بالإيجاب والقبول فإنهما لكل واحد منهما الخيار ما دام في المجلس، لأجل أن يتروى في أمره، وإذا رأى أنه مغبون أو ليس بحاجة إلى السلعة يتراجع له ذلك، فإذا تفرق من المجلس فإنه حينئذ يلزم البيع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخ، نلاحظ
يلاحظ البعض من المصلين هداهم الله بعد استعمال المناديل يقوم بوضع المنديل تحت التاكية أو العمود أو وضع المنديل المستخدم على درج المصحف، ما هي الكلمة التي نوجهها لهم؟ لا يجوز وضع المناديل المستعملة والتي فيها أذى أن توضع في المسجد، لكن يجعل لها سلات توضع فيها كالمعتاد، وإلا فإنه يضعها في مخباه إذا خرج يلقيها في الشارع ولا يضعها في المسجد، لأن هذا من امتهان المسجد ومما يؤذي المصلين. ولا شك أن المسجد يجب تنظيفه والعناية به، لا يكون موضعا للقمامة أو موضعا للقاذورات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، أرجو منكم الشيخ إيراد بعض الأحاديث النبوية التي تجعلنا نتمكن من خطر السحر، وذكر نماذج من القرآن والسنة تبين بطلان هذا السحر وأنه من الموبقات. إن كان قصد توقي السحر قبل وقوعه، هذا يقاوم بالذكر، بذكر الله وبالورد الصباحي والمسائي والاستعاذة بالله من شر السحرة ومن شر المسحورين، يستعمل الورد ويكثر من تلاوة القرآن، وهذا بعد المحافظة على الفرائض، صلوات الفرائض مع الجماعة ليدخل في ذمة الله عز وجل فلا يضره شيء، لأن الله يحفظه بهذه الصلوات. المسلم يتحصن من السحر قبل وقوعه، أما إذا وقع به السحر فيعالج بالأدوية المباحة، يعالج بالرقية الشرعية عند من يحسنون الرقية، يعالج كذلك بأن العاين الذي أصابه بالعين يطلب منه أن يغسل دواخل إزاره وأن يتوضأ له، يؤخذ ماء الوضوء وغسالة الإزار أو الملابس وتصب عليه ويبرأ بإذن الله عز وجل. وكذلك يطلب من العاين أن يبرك عليه وأن يدعو له بالبركة في العين. وأما في السحر كما ذكرنا يعالج بما شرعه الله. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة تقول، والدتي تقوم بالبيع والشراء في سوق ثياب بالنسبة للنساء وما يحتاجنه، وتصلي الصلوات الخمس في السوق، ما الحكم في ذلك؟ مأجوري؟ لا بأس بذلك إذا صلت عند بضاعتها وعند أدواتها في مكان طاهر وتكون متسترة أيضا، لا بأس بذلك. ما رأيكم فضيلة الشيخ بأولئك المعبرين للرؤى وتحديد وقوع تفسير الحلم أو الرؤية؟ نعم، الرؤية لها تعبير إذا كانت رؤية صحيحة، لا تعبير، ولكن لا يعرف تعبيرها إلا الخواص من الناس، أصحاب الفراسة، أصحاب النباهة الذين يحسنون تعبير الرؤى. وأما من يفتح محل لتعبير الرؤى أو يجعل له برنامج في المحطات الفضائية، هذا أمر متاجرة وهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة، أختي في 20 من عمرها وأسنانها متفرقة وترغب في تجميلها، هل هناك بأس في ذلك؟ لا بأس بذلك، يعالج العيب في الأسنان أو العيب الذي في الجسم إذا كان له علاج وتعديل فلا بأس بذلك، لأن هذا من التجميل المباح وهو من العلاج أيضا. نعم. الأخت أيضا لها فقرة أخرى تقول، بالنسبة للوسوسة يا فضيلة الشيخ، هل هي بدرجة واحدة بين المرأة والرجل، وما معنى بأنها من صريح الإيمان؟ نعم، الوسوسة سواء بين الرجال والنساء، كل منهم تعرض له الوسوسة. صريح الإيمان إذا كرهها ولم يتلفظ بها، إذا أحس بها وكرهها ولم يتلفظ بها ولم يتحدث عنها، فهذا صريح الإيمان. نعم. يقول، أستفسر عن حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنا لا أعرف أن هذا حديث، ولكني أسمعه بكثرة. بلا شك أن من أطاع الله عز وجل وأنفق من ماله وتصدق أن الله يخلف عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، في الحديث أنفق ينفق عليك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ تقول، لي أولاد صغار وأحيانا عندما أصف للصلاة يمرون أمامي، مرور الصغير هل يقطع صلاتي؟ لا يقطع صلاتك مرور الصغير، لأنه لا يمكن التحرز منه من الأطفال، لا يقطع الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، حدثونا عن الوقف وما أفضل شيء يوقفه المسلم في حياته، وهل
المكتبة من الوقف؟ نعم، الوقف فيه فضل عظيم، وهو الصدقة الجارية التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم مما يجري على الإنسان بعد موته، ويكون الوقف فيما ينتفع به مع بقاء عينه، فيما يستغل، تؤخذ غلته مع بقاء عينه، ومغلته ينتفع بها من بعده من ذريته ومن المحتاجين ومن الفقراء والمساكين. فهذا هو الوقف، كون مما تبقى عينه مع الانتفاع به واستثمار غلته في وجوه الخير. نعم. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: بقي على أختي أيام من رمضان لم تصمها العام الماضي 1434 لعذر، فإذا دخلت أيام العشر في شهر ذي الحجة هذه السنة، هل يجوز لها أن تصوم هذه الأيام العشر بما فيها يوم عرفة نفلا قبل أن تقضي أيام رمضان الباقية؟ لا شك أن المبادرة بالقضاء أنها أحسن وأحوط وأبرى للذمة، ولكن يجوز تأخيرها إلى أن لا يبقى على رمضان المقبل إلا بقدر الأيام التي عليها، ولا مانع أن تصوم التطوع في أثناء ذلك، لأن وقت القضاء موسع، فلا بأس أن تصوم يوم عرفة أو عشر ذي الحجة، وإذا بدأت بالقضاء أولا فهذا أولى وأحسن، لكن لا نقول لا يصح لها أن تتطوع وعليها قضاء. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه أخت سائلة أرسلت أيضا بسؤال عن قضاء الصوم، كيف يكون بالنسبة للمتوفى، وهل يجوز إطعام الفقراء بدل الصيام؟ من مات وعليه صيام، كما في الحديث الصحيح: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وفي رواية: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. قد اختلف العلماء في ذلك، أما النذر، صوم النذر، فلا خلاف بأنه يصوم عنه وليه إذا أراد إبراء ذمته ونفعه، وأما صيام رمضان هذا محل خلاف، هل تدخله النيابة بعد موت الميت أو لا تدخله، الخلاف في هذا قوي، ولكن لا مانع أنه يقضي عن الميت ما عليه من أيام رمضان، لأن ذلك يبرئ ذمة الميت ويحصل لقريبه الذي يصوم عنه الأجر في ذلك، أو من التعاون على البر والتقوى. نعم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وسجل هذه الحلقة الزميل المهندس عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.